اوبا ليديز اند جنتلمان، حبايبي الكرام، مثل ما انتم شايفين يا اساطير البخي، 10 ثواني 10 ثواني شباب، ما في وقت اليوم شباب، ما في وقت شباب. مثل هات شوف السكين نزل، ويلي ويلي ويلي، خلينا نشوف السكين شباب. واتمنى السكين للاسطوري ويلي 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 شباب. قبل المقطع يا اساطير، مثل ما انتم شايفين، نحاول نحصل على هذا السكين اللوز اللوز. لا تنسونا باللايكات والشيرات، ولا تنسوا اهم شيء شباب، تصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام يا اساطير. مثل ما انتم شايفين شباب، معنا 241 بطاقه، يعني 241 بطاقه يا اساطير. اوكي، اول ضربه شباب، نضرب اول 10000 ضربه، 10000 اول ضربه. اوكي شباب، ما في شباب، بدنا نجيب السكين، نجيب السكين شباب، شوف كم راح يكلفنا هذا السكين. تمام، لا تخلينا نجيب تمام. مستحيل شباب، من اول لفه، من اول 10 لفات وجبت سكين. يا سلام عليك. لا شباب، لا لا لا، والله انا صراحه يعني ما بعرف شو داخلكم شباب. هات شوف 22، لانه عندنا هون شباب بطاقات، عندي 90 بطاقه شباب، 22 يوم باقي لها، يعني ما اعرف شباب، يعني نحرق حاول نجيب شباب، نضرب 90 بطاقه، حاول نجيب شكور ماجيك، لانه شباب تعرفوا يعني نحرق قبل بطاقه، حاول نجيب شكور ماجيك، نطلع كيوب ماجيك مره ثانيه، يطلع لي السكين. ايه تمانو، يلا خلينا نشوف شباب، طلع كيوب ماجيك، نضرب على كيوب ماجيك شباب، خلينا نضرب، يلا شباب نضرب على كيوب ماجيك، يلا بدنا كيوب ماجيك يا شباب. ايه تمانو شباب، السكين راح نجربه بعد شوي، لكن لو بطاقات هيك مع شباب باقي فرق يوم، في كمان كثير بطاقات شباب، خلينا نضرب نكمل عليهم. يلا شوي طلعنا الكيوب ماجيك، شوف طلعنا، هل يا ترى رح يطلع لنا الكيوب ماجيك ولا لا؟ ليتس جو ويز ذا ترى حبيبي والله. اوكي يلا ان شاء الله الكيوب ماجيك معنا. الله يا ساتر ويلي بيض، بدنا الكيوب ماجيك شباب، بدنا الكيوب ماجيك يا ساتر، بدنا الكيوب ماجيك. تمام ويلي ويلي يا اخي، لا تبعتوا لي يا اخي، لا تبعتوا لي يا زلمه. عامل هون شباب، كم باقي لنا شباب نخلص من هذا؟ يلا باقي لنا 20، ليتس جو ويلي. في كيوب ماجيك شباب، اخر 10 بطاقات شباب، ما في كيوب ماجيك. اوكي شباب، يلا الان شباب ندخل تمام السكين، بدي ساحه التدريب صراحه شباب، انا ما صراحه يعني قبل ما ندخل شباب اشوف الكيوب ماجيك شباب عندي. اوه يلا شباب، باقي لي 10 شباب، كم كيوب ماجيك عندي؟ 3. تمام حلو، يلا شباب الان ندخل شباب نجرب السكين، نجرب ابو السكين يا ساتير، ليتس جو ليديز اند جنتلمان. تمام اوكي شباب، بالنسبه للسكين يا ساتير، خلينا نعمل لكم زوم. تمام شباب، السكين يعني باين منه نارات وما نارات واشياء طبعا هذا القناع الفاير باس المسبق. لا الصراحه يعني شباب، نار وما نار شيء كثير حلو، خلينا نشوف شباب كيف وضعه باللعب. ليتس جو ليديز اند جنتلمان، لهون يلا روح يا جميل روح ويلي. ايه تمانو، مثل نشوف وين الناس. طبعا شباب السكين يعني مثل ما انتم شايفين تحت شباب، القبعه فيها حلوه، وبعد كوبوي مقبوبة، حتى الوشاح شباب، الوشاح كثير حلو الصراحه، الوشاح كثير حلو. ايه تمام معلم، شو هذا معلم حميان جايب لي يلعب وان شوت. طبعا بالنسبه للقبعة جميل جميل قبعة شباب، الجاكيت جاكيت يعني هذا شكله وسخ من نفسه قوي شباب، شباب مثل كمان حبيبي طول بالك، يبلا يا جميل. شوف يا حلو من اللعيبات يا جميلة، هيتشت بالرجل. ايه تمانو، ياو بوي. ايه تمانو، ايه
اخي ما يموت هذا يا اخي. هذيك شو رجلك يا الله. باربير 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 عليك باربير يا زلمه شباب والله شو اسمه انت ما ميدي 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 التمام. يلا شباب نطلع شباب نحن نضبط نشوف الطرق نشوف شو راح نعمل له نشوف التشكيت شو يلبق ما يلبق شباب تعرفوا يعني مثل كل مره. اوكي خلينا نعمل زوم شوف السكين من على القرب شباب. اوكي ليتس جو. عندنا هون مثل ما انتم شايفين القبعه يا اساطير. اوكي شباب عندنا هون القبعه الوشاح اللوز اللوز لا فكر يا اخي اقسم بالله يا شباب فكرت انه هذا الوشاح تبع السكين. هاي شيء الوشاح نشوفه بدون سكين. الوشاح هذا شباب تمام. عنا هون ال الجاكيت جاكيت جاكيت. بالنسبه للبنطال مش لازم عادي. الحذاء لايك شباب راح تعرفوا نظبط لكم مثل كل مره شباب. والله شباب الصراحه شباب بالنسبه لبنطال الجاز ما اعرف شباب ما راح يلبق لهذا يعني. كل دايما بتقول عليك وحط لنا بنطال الجاز نشوف كيف بيطلع مع السكين. نشوف شو نقدر نحط له شيء ثاني. والله خير نشوف شباب راح نظبط له سكين نظبط الوضع بشيء اسطوري. تعالوا هون شباب نجي لهون. اوكي هيك شباب طالع حلو هيك بنطال الشورت طالع حلو. بالنسبه للجاز والله مو شتي لوز اللوز شباب راح نخليه هيك يا شباب. اوكي بالنسبه للقبعه الصراحه شباب جربنا حطينا له بس قبعه الفاير باس سابع شو يصير. اوكي صار عليه تعديل بس ولكن شباب نخليه على حاله نرجع له قبعته مثل ما هي. والله شيء حلو شيء لوز اللوز. اوكي سو جايز حبايبي الكرام مثل ما انتم شايفين هيك بيكون انتهى مقطعنا اليوم حبايبنا. كثير منكم بيسالني اسئله شباب علي كنا بتعمل بثوث مباشره. طبعا شباب بعمل بثوث مباشره بشكل يومي على الفيسبوك يا اساطير. تعالوا تفضلوا حبايبي. طبعا بثوث دائما بتكون مسائيه تقريبا من الساعه 6 وفوق بتوقيت شمال افريقيا والشرق الاوسط. اوكي حبايبي حط لكم رابط تحت التعليقات شباب. ونفس الشيء شباب لا تنسوا القناه الثانيه شباب. بدي اياكم تكتبوا لنا شي فكره حلوه شباب ننزل اول فيديو على القناه الثانيه شباب. اكتبوا لنا شو تحبوا ننزل عليها يا اساطير وبشوفكم على خير حبايبي. ان شاء الله عجبكم المقطع ولا تنسونا يا احلى ناس من اللايكات والشيرات والبارتاجات وبنشوفكم بمقطع جديد يا احلى ناس ونقلكم تشاو تشاو باي باي.